بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نتكلم في الديسيشن ثيري او نظرية القرارات. لازم نكون في ايه مكونات الموضوع ده، مكوناته او عناصره الـ elements of decisions. لازم تكون في alternatives يعني بدائل، state of natural يعني حالات الطبيعة، payoff of table يعني المصفوفة او جدول العائد او الربح. نتكلم على الالترناتيفز، يعني دي البدائل اللي هي قدام متخذ القرار decision maker. state of nature اللي يعبر اللي هو ايه البدائل قبل ما ننتقل بس منها، اللي هو مثلا قدامي ابيع 100 وحده ولا 200 ولا 100 ولا 200 ولا 300 units. state of nature اللي هو حالات الطبيعه، رواج، كساد، انتعاش، ازدهار، تضخم، افلاس، كل دي حالات اقتصاديه لمجتمع. بي اوف تيبل او بي اوف ماتريكس يعني عبارة عن العائد اللي هيعود عليا من استخدام هذا البديل في كل حالة طبيعة مختلفة. اهي مثلا لو انا عندي جدول كده اللي هو هنا الالترناتيفز A1 A2 A3، الستيت اوف ناتشر اللي هي حالات الطبيعة S1 S2 S3، وبعدين في النص هنا هيبقى فيه العائد او الربح بتاع كل بديل لكل حالة طبيعة، وهدي لك الاحتمالات كمان بتاعت كل حالة. طبعا مصفوفة العائد انا هعمل لها ايه؟ هعمل لها EMV يعني Expected Money Value لكل بديل Summation X P of X، مفيش كلام. واخد ايه؟ اخد اكبر رقم هيدهوني اللي هو الهايست EMV، يبقى هو ده الاوبتيمم سوليوشن او الاوبتيمم الترناتيف يعني البديل الامثل. ولما اجي اتكلم بقى على ريجريت ماتريكس، ازاي اكون الريجريت ماتريكس؟ ان انا هاخد اكبر رقم في كل كولم، اطرح منه كل رقم في الكولم عشان احولها الى مصفوفة خسارة او فرصة ضائعة. ثم اجيب الـ ER بقى اللي هو الـ Expected Regret، برضو Summation X P of X، بس هنا هاخد الـ Lowest بقى، هاخد اقل قيمة، يبقى هو البديل الامثل. ثم هنشوف بعد كده ازاي نرسم التري بتاعتها. نشوف example P of matrix يعني مصفوفة العائد او الربح، State of Nature فوق اللي هي حالات الطبيعة S1 S2 S3، Alternatives البدائل على شمالي A1 A2 A3. احنا اتفقنا ان البدائل دي يعني انا هبيع 100 وحدة 200 300. ال S1 S2 حالات رواج، كساد، انتعاش. امال ايه اللي في النص دي؟ دي العوائد اللي هتعود عليا من استخدام البديل الاول مع كل حالة طبيعة، من استخدام البديل الثاني مع كل حالة طبيعة، استخدام البديل الثالث، وهكذا. ومدي لك BS1 equal 0.3 وBS2 0.5، مديك احتمالات حالات الطبيعة الأولى والثانية. امال الثالثة فين؟ الثالثة أنت اللي تجيبها، مش مجموع الاحتمالات واحد صحيح؟ يبقى 1 minus افتح براكت اكتب 0.3 plus 0.5 اقفل البراكت، يعني 1 minus 0.8 يبقى equal 0.2، يبقى أنا عرفت الـ probability بتاع S3 equal 0.2. عاوز الـ expected money value، وعاوز بعد كده أكون الـ regret matrix وبرضه أطلع expected regret. يلا عرفنا خلاص نجيب الاحتمال التالت إزاي. expected money value بتاعت A1 هنضرب كل قيمة في احتمالها. امسك الصف الاولاني اضرب كل واحد في احتماله، 50 تايم 0.3 بلس 70 تايم 0.5 بلس 100 تايم 0.2 يطلع 70. expected money value بتاع A2 90 تايم 0.3 بلس 40 تايم 0.5 بلس 80 تايم 0.2 يطلع 63. expected money value بتاع A3 70 تايم 0.3 بلس 60 تايم 0.5 بلس 90 تايم 0.2 تطلع 69. تعالوا ناخد أكبر رقم يطلع 70، هو ده الـ Largest EMV، هو الـ Optimal Alternative. مين بقى اللي جايب 70؟ A1، يبقى البديل الأمثل هو A1. تعالوا نكون الـ Loss أو الـ Regret Matrix. نطلع الـ Largest Element for each column، هنطلع أكبر رقم في كل عمود. 50 90 70، مين أكبر؟ الـ 90. S2 70 40 60، مين أكبر؟ 70. S3
180 90 مين أكبر 100؟ نحطهم فوق. تعالوا نطرح أكبر رقم ناقص كل رقم، يعني 90 minus 50 يبقى 40، 90 minus 90 0، 90 minus 70 20. كونت العمود الأول أو الفيرست كولم. تعالوا نكون العمود الثاني أو السكند كولم برضو، 70 minus 70 0، 70 minus 40 30، 70 minus 60 10. يبقى ده السكند كولم. تعالى نكون الثيرد كولم او العمود الثالث، 100 minus 100 0، 100 minus 80 20، 100 minus 90 10. يبقى انا كده كونت خلاص الريجرت او اللوس ماتريكس مصفوفه الخساره او الفرصه الضائعه. ليه فرصه ضائعه؟ لان هي ضاع ربح كان من الممكن تحقيقه. اكسبكتد ريجرت بتاعت A1 وA2 A3 هنضرب برضو كل قيمة من مصفوفة الخسارة في احتمالها، ما هي نفس الاحتمالات بتاعت مصفوفة العائد طبعا. 40 تايم 0.3 بلس 0 تايم 0.5 بلس 0 تايم 0.2 تطلع 12. expected regret بتاعت A2 0 تايم 0.3 بلس 30 تايم 0.5 بلس 20 تايم 0.2 تطلع 19. expected regret بتاعت A3 20 تايم 0.3 بلس 10 تايم 0.5 بلس 10 تايم 0.2 تطلع 13. هنا بقى هناخد الأصغر الـ smallest مين؟ الـ 12 بتاعت مين؟ بتاعت A1. وخد بالك طالما طلع البديل الأمثل الـ optimal alternative في مصفوفة العائد في الـ payoff هو A1، لازم يطلع في مصفوفة الخسارة اللي هي اللوس او الريجريت ماتريكس برضو A1. لو كان طلع هناك A2 كان هيطلع هنا A2، طلع A3 هيطلع هنا A3، يعني لازم يتفقوا. طب افرض ان انا عاوز هنا من البي اوف اللي انا مديها لك دي ارسم التري. طب ما انا عشان ارسم التري لازم اجيب اي ام في الاول بتاعت كل واحده، 100 تايم 0.6 بلس 50 تايم 0.4 تطلع 80. expected money value بتاعت A2 150 تايم 0.6 220 تايم 0.4 تطلع 178. expected money value بتاعت A3 200 تايم 0.6 بلس 300 تايم 0.4 تطلع 240. وطالما 240 هي أكبر رقم يبقى هو ده الـ optimal alternative، يعني إذا البديل الأمثل هو A3. خد بالك برضو كنت ممكن أقول لك الـ probability بتاع S1 0.6 وما أقولكش بتاع S2، أنت كنت هتطرح من الواحد تطلع 0.4. تعالوا بقى نرسم دي التري. أكبر رقم إحنا وصلنا له كام؟ 240 يكتب في الأول على الشمال. هو جاي من المقارنة بين مين ومين ومين؟ بين 80 178 240. رحنا عاملين ثلاث أسهم. ال 80 جت منين؟ ال 80 جت من 150 بس باحتمالات 0.6 0.4 تتكتب على الفروع بتاعت التري نفسها. طيب بص على اللي تحتها 178 جاية من ايه؟ 150 و 220 جاية من برضو probability 0.6 0.4 يتحطوا على الفروع. طب 240 جايه منين؟ من 200 و300 جايه باحتمالات كام؟ 0.6 و0.4 نفس هذه الاحتمالات برضو هي هي، نحطها على الفروع بتاعت التري. خلاص كده التري خلصت. نحاول بقى تحل انت دوت نفس الكلام اللي احنا قلناه ودوت برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه. تعالوا بقى النوع الثاني، لو انا ما اديتكش probability، طب ما انا لازم ادور على كريتيريا تانية اجيب بيها البديل الامثل. طب ما هو ده سهل قوي. بص كده مديك بي اوف وطالب ايه؟ طالب ماكسي ماكس كريتيريا وماكسي ميني كريتيريا. رحت منقل الماتريكس اهي على الشمال. تعالوا نجيب ماكسي ماكس يعني اكبر الاكبر، دايما بنروح لللفظ الثاني ثم الاولاني. نجيب الماكسيمم يعني نجيب اكبر رقم في كل رو، 100 ولا 500 500 طبعا، 400 ولا 200 400 طبعا، 300 اكبر ولا 450 يبقى 450،
مين أكبرهم؟ الـ 500 بتاعت مين؟ بتاعت A1، يبقى A1 هو الـ Optimal Alternative، هو البديل الأمثل. مطلوب التاني، عاوز ماكسيميني، عاوز أكبر الأقل. تعالى هي على أقصى اليمين أهي بقى، خد بالك دايما بناخد اللفظ التاني الأول ثم الأولاني، يبقى هناخد المينيمم بتاع كل رقم، أصغر رقم في كل صف. 100 ولا 500؟ الأقل 100. 400 ولا 200؟ الأقل 200. 300 ولا 450؟ الأقل 300. ثم ناخد الماكسيمم بتاعهم، مين أكبرهم؟ 300. بتاعت مين؟ بتاعت A3، يبقى هو ده الأوبتيمم ألترناتيف. آخر مسألة برضو هنعمل بنفس الكريتيريا بس مختلفة بقى، عشان احنا هديك هنا بقى لوس أو ريجريت ماتريكس، وبرضو هنا هتقول لي ايه اللي بيخلينا نعمل كده، ما عملناش ليه زي الاولاني؟ عشان هنا مفيش probability، فانا كنت بدور على كريتيريا تانية اطلع بيها البديل الامثل غير طالما ما عنديش probability. لان انت لو شفت هناك في البي اوف وفي الريجريت واحنا بنجيب الاي ام في والاي ار، كنا لازم بنعتمد على probability طبعا. طب مفيش probability هعتمد على ايه؟ فبدات ادور على كريتيريا تانية. تعالوا هنا هناخد الميني ماكس والميني ميني. بصوا التو كريتيريا اختلفوا. تعالوا ناخد الميني ماكس، اهي الماتريكس اهي على اقصى الشمال، ونجيب الميني ماكس. خد بالك انا بجيب اللفظ الثاني ثم الاولاني، يعني الماكسيمم الاول ونجيب اقلهم. نجيب اكبر رقم في كل رو، 50 ولا 200؟ الاكبر 200. 100 ولا 150؟ يبقى 150 اكبر. 310 مين الأكبر؟ يبقى 300. مين أقلهم؟ يبقى 150. بتاعت مين؟ بتاعت A2، تبقى هي دي البديل الأمثل. ميني ميني، يبقى ناخد الأقل وناخد أقلهم. هنا ما تفرقش إن احنا نبدأ من ورا لقدام، لأن هي هي اللفظ هو هو. المهم أقل رقم في الفيرست رو 50 ولا 250؟ الأقل 100 ولا 150؟ 100 طبعا. 300 ولا 10 مين الأقل؟ ال 10 طبعا. مين أقلهم؟ هو ال 10. ال 10 دي بتاعت مين؟ بتاعت A3، يبقى هو ده البديل الأمثل. شكرا لحسن الاستماع.